تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 66 وتاريخ 25 من شهر 2 لعام 1437 للهجرة. القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمات إصدار رخصة زراعية نظام سجل، وذلك تطبيقا للشروط والضوابط. عند وصول رسالة لك من وزارة البيئة والمياه والزراعة، توجه مباشرة لموقع الوزارة الإلكتروني وانقر على أيقونة سجل. أدخل رقم سجلك المدني لتصلك رسالة تفعيل بالرقم السري. ستظهر لك شروط إصدار الرخصة الزراعية. بعد الضغط على الموافقة سوف تظهر بيانات المزرعة. اختر إحدى الخيارات التالية بحسب إقرارك، وبعد تعبئة الحقول بالشكل الصحيح ستظهر لك معلومات تراخيص المزارع. وفي حال الضغط على أيقونة قبول تصدر رخصتك الزراعية مباشرة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.